شفت نوم سلابته لابته وقفة شوميلة 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 يا الاسماء القحطاني 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 غادم في اللحظات النهائيه لكن فدوه الشواني اللحظات الحاسمه السلام لرهف رهف خاطفه الناموس والمتوجه بهذه الانطلاقه الثاني والتبريكات محمد بن حمود الوهيبي تستاهل فوز رهف بشوط الانتاج اللي قاعد تستاهل الخير من الله يبارك وش سلالتها مصيره من زبار ومهم هجنا من الانتاج في هذا الماي القحطان الحين الواحد اذا سبق في الانتاج يرتاح ان ام البكره ولا ابوها ولا شيء موجود في العزبه فاكيد الفرحه فرحتي صحيح صحيح الحمد لله امي زينه وانت يوم تكون في العزبه فرحت مع الزبه تكون فرحتي العام العام انتم كنتوا كان شعاركم مميز من بدايه الموسم السنه هذه بعد يعود نفس الشعار وهذا دليل انكم فايزين وجاي معنا في المقابله استعدادكم هذا الموسم والله ان شاء الله نقول القادم افضل الله يوفقكم وهذا الفوز الناموسي من تهدي هديه فهد الماجد القحطاني ومحبين شعار فهد الماجد الله وجهك تعالى مسندايم شكرا لك احسنت جزاك الله خير احسنت سلمي على حبيبي